أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم شهادة تخرج احترافية وسهلة بنفس الوقت. تابعونا. أهلا بكم من جديد. في البداية راح نصغر العرض وراح نغير اتجاه الورقة إلى أفقي، وطبعا نتأكد أن المقاس يكون A4. من قائمة التخطيط نذهب إلى الحجم، نتأكد أن A4، والاتجاه راح نختار أفقي. راح نرجع نصغر العرض بهذه الطريقة. جيد، الآن من قائمة إدراج صورة راح نضيف الباك جراوند الخاص بالشهادة، وطبعا راح نكبر عرض الصور. طبعا هذا هو الباك جراوند الخاص بالشهادة. راح نضغط كليك أيمن على الصورة، ومن التفاف النص راح نختار خلف النص حتى الصورة تكون كخلفية باك جراوند للشهادة. الآن راح نضع الصورة بكبر حجم الورقة بهذه الطريقة. طبعا الآن حتى نضيف المخطوطة الخاصة بالشهادة لابد أن نضغط على اسكيب حتى نتخلص من التحديد، ومن ثم من إدراج صور راح نضيف هذه المخطوطة. نضغط عليها كليك أيمن، ومن التفاف النص نختار أمام النص. راح نصغر المخطوطة حتى تكون بهذه المنطقة. الآن من إدراج مربع نص، رسم مربع نص، راح نضيف مربع نص بهذه المنطقة، وراح نضيف النص الخاص بالشهادة. طبعا هذا هو النص الخاص بالشهادة. راح ننسق النص من خلال أنه نكبر الحجم، وطبعا نختار فونت وليكن هذا الفونت. جيد، الآن راح نضع الاسم بالأسفل بسطر جديد، وطبعا راح نختار حجم وليكن مثلا 22، وطبعا اسم المتدرب راح يكون بالمنتصف، وراح يكون بحجم كبير وليكن مثلا 48 بهذه الطريقة. طبعا جيد، الآن كل النصوص راح تكون بالمنتصف، وطبعا نضغط على مربع النص. من تنسيق تعبئة الشكل راح يكون بلا تعبئة، والمخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي. راح نختار لون للاسم، ويفضل أن يكون لون من ضمن هذه الفئة. طبعا من الصفحة الرئيسية من صندوق الألوان راح نختار مثلا هذا اللون، أو لا بأس يكون هذا اللون اللي هو ضمن التدرجات الخاص بالبرونز. جيد جدا، الآن لا بأس أنه نقلل من ارتفاع الأسطر من خلال نختار مثلا هذا الارتفاع. جيد جدا، الآن راح نذهب إلى إدراج مربع نص، رسم مربع نص، وراح نرسم بهذه الطريقة مربع نص جديد، ونكتب مثلا بهذه الطريقة. راح نذهب إلى تخطيط الصفحة، وطبعا راح نضغط على توسيط، ونختار فونت معين وليكن هذا الفونت، وطبعا من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة، والمخطط راح يكون بلا مخطط تفصيلي. طبعا لا بأس انه من الصفحة الرئيسية راح نقلل من ارتفاع تباعد الأسطر، وراح نكبر الخط الى مثلا 14، وطبعا ايضا تباعد الأسطر كبير. من هذا الخيار نختار تباعد الأسطر او خيارات تباعد الأسطر، وطبعا من مفرد راح نخليها متعدد، وراح نكتب القيمة 0.8 او 0.7. جيد الآن، وطبعا في هذه المنطقة راح نضع التوقيع. فقط تبقى أن نضيف العلامة او الليبل الخاص بالشهادة. من إدراج صور راح نضيف هذه الصورة طبعا، ونضغط كليك أيمن، ومن التفاف النص راح نختار أمام النص بهذه المنطقة طبعا بهذا الشكل. طبعا فقط أنه نستنسخ هذا النص من خلال نضغط على كنترول ونسحبه بهذه المنطقة، وطبعا ممكن نكتب الرقم التسلسلي أو بالإنجليزي نكتب SN اللي هو Serial Number، وطبعا راح نضيف رقم تسلسلي للشهادة، مصدر ثقة للشهادة. طبعا لا بأس أن التوقيع يكون بالمنتصف بهذه الطريقة. مثل ما نلاحظ شهادة شكر احترافية ومتقنة بنفس الوقت.